تواصل المؤسسة العسكرية إنجاب رجال الرجال في مختلف محافظات الجمهورية الذين يثبتون يوما بعد آخر صمودهم في وجه الغزاة والمحتلين. في محافظة المحويت كان لنا وقفة مع آراء أفراد الجيش والأمن الذين يؤكدون أن عام 2016 ميلادية عام الجندي اليمني وعام الصمود والانتصارات. 2016 الذي سجل فيها الجندي اليمني ملاحم بطولية أذهلت العالم وضرب أروع مثل في نضال وفي شجاعة وفي بسالة الجندي اليمني التي فاقت كل شجاعة وكل بسالة جيوش العالم والذي أذهل العالم بمواجهة أقوى وأعنف وأعتى دول الاستكبار من أمريكا ودول الخليج ودول أوروبا واليهود والنصارى بكافة أشكالهم. ونحن نعاهد الله ونعاهد القيادة بأننا سنوقف صفا واحدا إلى جانب المحنة اللي نعانيها ونكون جادين في صوابنا وفي كلامنا حتى يتحقق النصر بإذن الله تعالى لهذا البلد العريق. نقف مع جنودنا وقادتنا الأمنيين والعسكريين للدفاع عن هذا الوطن مهما خلفنا ذلك. فالوطن هو درة عيننا وهو سنقف لحمايته مهما كلفنا ذلك. عام 2016 يعتبر عام الجندي اليمني الذي ثبت في كل الجبهات دفاع والواقف دفاعا عن شرف وشرفنا وعزنا وكرامتنا وسيادتنا وأرضنا وعرضنا. فحية الجندي أثبت الجندي اليمني أثبت ذلك وفي كل مكان وهو واقفا جنبا إلى جنب مع اللجان الشعبية للدفاع عن هذا الوطن الغالي. عام 2016 هو عام الجندي اليمني وسنظل دائما وأبدا ندافع على بلادنا مهما كلف الأمر ولن نترك بلادنا حتى آخر نقطة من دمائنا، فهذا واجب على كل يمني. نحن مستعدين للتضحية بأجسادنا وأولادنا لأجل هذا الوطن، لأجل حماية هذا الوطن. عام 2016 سيكون عام جديد لكل جندي وكل اللجان الشعبية، وسوف ندافع عن الوطن هذا حتى آخر قطرة من دمائنا، وسوف نوفي لو نوفي بأموالنا وما نملك فداء الوطن هذا الغالي الثمين. ومهما كانت الظروف مهما كانت اللحظات الصعبة سنواجهها وسنكون متعدين سنكون منتصرين بإذن الله. احنا أبناء الجيش يعني سنظل صامدون وفي العام الجديد 2016 وسنقدم يعني من أجل الوطن أكثر التضحيات ونوقف بجانب اللجان الشعبية والجيش. عام 2016 هو عام الجندي، نعبر عن سعادتنا وعن بطولتنا، ونحن سنظل واقفين أمام العدوان الغاشم.